تحت رعاية سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، أقيمت مراسم إحياء ذكرى يوم الشهيد بالحرس الملكي بقوة دفاع البحرين. نعم، وذلك بحضور سمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. سلام سيدي سمو قائد الحرس الملكي، سلام. قف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. بعدها أطلقت طلقة واحدة ليقف الجميع دقيقة صمت، ثم أطلقت أخرى لإعلان نهاية الصمت. وبعد ذلك عزفت الفرقة الموسيقية اللحن الأخير.
ثم ألقى المرشد الديني دعاء الشهيد. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. آمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. آمين. وتجاوز عنا وعنهم. آمين. وأكرم نزلهم. آمين. ووسع مدخلهم. آمين. اللهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. آمين. وكن لهم والكل ولا تكن عليهم يا رب العالمين. آمين. اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وتفضل بعدها كل من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بسقي النخلة التي ترمز للحياة الدائمة. وبهذه المناسبة أكد سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن شهداء الواجب من أبناء البحرين ستبقى أسماءهم وتضحياتهم علامة خالدة ومضيئة في تاريخ الوطن، وأن الشهداء هم دوما مصدر فخر ومحل اعتزاز بفضل ما قدموه من عطاء في ساحات العز والشرف دفاعا عن الوطن. وأضاف سمو في ذكرى يوم الشهيد إن هذه المناسبة التي أتت بلفتة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، تعكس مشاعر التقدير والاعتزاز ببطولات شهداء البحرين، حيث يحرص المواطنون على الاحتفاء بهذه الذكرى بما يليق بها وبأهميتها، ويسمو بمكانة أبطالها من شهداء الواجب الذين أدوا مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه عبر استلهام قصص البطولات والتضحية والفداء بكثير من مشاعر الفخر والانتماء والولاء للقيادة والوطن. وأكد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن مملكة البحرين وهي تحتفي بهذه المناسبة فإنها تؤكد بأنها لن تنسى أبنائها ممن قدموا حياتهم دفاعا عن أرضهم، فكل شهيد هو قصة ملهمة في الكثير من المهام العسكرية والإنسانية، وقد قدمت المملكة شهداء من أبنائها المخلصين لتثبت أنها لم تبخل أبدا في تقديم التضحيات في سبيل الحفاظ على مبادئها ومواقفها الثابتة تجاه مواطنيها وتجاه أشقائها من دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والإسلامية جمعاء وقت الأزمات والمحن. وأكد سموه أن يوم الشهيد أصبح يحمل رمزية خاصة في قلبي ووجدان كل مواطن، ويتجلى ذلك من خلال ارتداء الشارة التي يتم وضعها على الصدر احتفاء بهذه المناسبة، وهي زهرة الرازج البيضاء وسعفة النخيل الخضراء، والتي تحولت إلى أيقونة تعبر عن الاحتفاء بيوم الشهيد أو وسام فخر وكرامة يزين صدر كل بحريني. وختم سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي تحية عرفان وتقدير لأسر الشهداء الأخيار الذين عاهدوا الله والوطن على استكمال طريق الولاء والمسؤولية الوطنية بأن يسير أبنائهم على نهج آبائهم وذويهم ممن ارتقوا إلى السماء لمواصلة طريق البطولات والتضحية والفداء بكل شرف واستبسال حفاظا على أمن الوطن.